ده مش نادي القرن، ده عندهم حظ القرن. يعني القرن ده الاهلي طمع في كل الحظ اللي فيه فخد كل الحظ اللي في القرن ده. النهاردة وانا قاعد طلع عليا حاجة ان انا قاعد اقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم كده. قاعد بتفرج على ماتش الاهلي وسيراميكا، وفي الدقيقة 95 كالعادة كورة لو اتلعبت مليون مرة مش هتتكرر، مليون مرة اخوك امام عاشور عدى وخد الباك في ظهره ولعبها بلياردو، راحت خبطت في العارضة وخبطت في المدافع بتاع سيراميكا ودخلت جون والاهلي كسب. انا خايف بس الاهلي يخلص السوبر ده ويروح داخل على السوبر الاماراتي، يعني يخش يلعب برضه في الامارات عادي جدا، السوبر الاماراتي يلعبه ويكسب برضه وياخده بالمره، يعني ما هو قاعد هناك بقى بالمره قبل ما يجي يخشوا على السوبر الاماراتي يلعبوه وهاتوا بتاع عادي بقى. يعني هتعملوا ايه يعني؟ ايه المشكله وراكوا ايه؟ وبعدين تلقى الاهلاويه بقى كاتبين ايه؟ طبعا طبعا. ايه يا جماعه؟ انتوا راضيين على نفسكم؟ يعني راضيين على المستوى ده تكسب بيه؟ انت شايف ان ده شيء عادل يعني؟ ده شيء جيد؟ وبعدين اما تيجي تتكلم بقى يقول لك ما هي دي الكوره خلاص، ولو الاهلي كسب من الاول يقول لك الفن والمش عارف ايه واللياقه واللعيبه وبتاع، وبعدين تيجي كده يقول لك ايه ما هي دي الكوره والاهلي نادي بطولات، البطولات بتجري ورا الاهلي مش الاهلي اللي بيجري ورا البطولات.